أبنائي الطلبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم مع درس جديد من دروس مادة الفلسفة والعلوم الإنسانية للصف الثاني الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي. أبنائي الطلبة، درسنا اليوم سيكون من وحدة علم النفس، وهو درس مشترك بين الفرعين الأدبي والعلمي. ودرسنا اليوم من الدروس الهامة، وهو السلوك وعلاقته بأنماط التفكير. كالعادة أبنائي، سنبدأ درسنا اليوم بقضية للمناقشة. أنتم تعلمون أن تصرفات الكائنات العاقلة متشابهة حينا ولكنها مختلفة أحيانا كثيرة. ما هي أسباب التشابه في السلوك الإنساني، وما هي أسباب الاختلاف؟ لنرى ذلك. إذا تتشابه الكائنات العاقلة بمجموعة من التصرفات حينا وتختلف أحيانا أخرى، لدرجة أننا نرى طبعا اختلاف التصرفات أو ردود الأفعال ضمن النوع الواحد أو بين الكائنات البشرية. لماذا يختلف سلوك إنسان عن سلوك إنسان آخر؟ هل لهذا الاختلاف علاقة بأنماط التفكير؟ ما هي علاقة السلوك بنمط التفكير؟ هذا إذا ما سنوضحه من خلال درسنا لهذا اليوم. مجموعة التصرفات التي تصدر عن الإنسان أبنائي تسمى السلوك. وكما تعلمون أن الإنسان كائن ميزه الله عن باقي الكائنات بأنه عاقل، وبما أنه يمتلك العقل، هذا يعني أن الأفكار التي طبعا يملكها الإنسان هي التي توجه سلوكه. لذلك هناك علاقة وثيقة ما بين السلوك وأنماط التفكير. ما المقصود أبنائي بالسلوك؟ السلوك يعرف بأنه كل نشاط يقوم به الكائن الحي طبعا نتيجة تفاعله أو أثناء تفاعله مع مثيرات البيئة الخارجية. وهذا النشاط طبعا يظهر على هيئة إما استجابات حركية أو ذهنية يمكن للفرد أن يضبطها من خلال التعلم والتدريب والملاحظة. إذن أبنائي، نحفظ أن تعريف السلوك هو كل نشاط يقوم به الكائن الحي نتيجة تفاعله مع مثيرات البيئة الخارجية. هذه طبعا وهو مجموعة الاستجابات التي تصدر عن الكائن الحي. هذه الاستجابات يمكن أن تكون استجابات حركية. على سبيل المثال، ظروف البيئة الخارجية أو الطبيعية تتغير، فعلى الإنسان أن يغير من سلوكه، يقوم بحركة معينة ليتكيف مع هذه التغيرات البيئية. الإنسان أثناء عمله يواجه مشكلات، لابد أن يقوم بنشاط عقلي أو ذهني لحل هذه المشكلات. لذلك أبنائي، إذن السلوك هو كل نشاط يقوم به الكائن الحي أو الاستجابات الحركية والذهنية التي يقوم به الكائن الحي. وطبعا السلوك يمكن للإنسان أن يضبطه عن طريق الخبرات والمعارف والأفكار التي يكتسبها من بيئته الخارجية. هل يقتصر السلوك أبنائي على ما يظهره الشخص من تعبيرات لفظية أو غير لفظية؟ طبعا السلوك معناه أعم وأوسع من ذلك بكثير. هو يشمل أيضا كل العمليات المعرفية، يشمل كل العمليات الحركية والانفعالية. معناها كل نشاط يصدر عن الإنسان أو عن الكائن الحي هو إذن سلوك. يختلف السلوك الإنساني عن السلوك الحيواني. بماذا يختلف أبنائي سلوك الإنسان عن سلوك الحيوان؟ بأن السلوك الإنسان هو سلوك الحيوان هو سلوك غريزي، وطبعا لا يتحكم به إذن الحيوان ولا يستطيع أن يوجهه ولا يستطيع أن يضبطه، بينما سلوك الإنسان هو سلوك إرادي. هذا السلوك الإرادي يمكن للإنسان أن يضبطه وأن يتحكم به وأن يوجهه حسب الخبرة التي يكتسبها طبعا من بيئته الاجتماعية أو بيئته الخارجية. معناها أبنائي، نحفظ أن سلوك الإنسان هو سلوك مكتسب، بينما سلوك الحيوان هو سلوك غريزي. الحيوان لا يتحكم بسلوكه ولا يستطيع أن يضبط هذا السلوك ويوجهه، بينما الإنسان قادر على ضبط سلوكه وتوجيهه كما يريد. طبعا هناك نشاط أبنائي، أذكر أمثلة أميز فيها بين سلوك الإنسان وسلوك الحيوان. تعلمون أبنائي مثلا أن الدوافع الفطرية أو العضوية مشتركة بين الإنسان والحيوان. فدافع الجوع مثلا ودافع العطش هي دوافع مشتركة يشترك فيها الإنسان مع الحيوان، لكن الحيوان يشبع هذه الدوافع بشكل تلقائي غريزي دون أي قدرة على ضبطها والتحكم بها، بينما الإنسان من خلال الخبرة التي يكتسبها من خلال الثقافة التي تعلمها يستطيع أن يضبط هذه الدوافع وينظم إشباعها بطريقة تليق به كإنسان. فهو الآن لا يتناول الطعام إلا في مواعيد محددة وأوقات محددة وبطريقة أيضا مهذبة. هذا إذن جانب يوضح الفرق بين سلوك الإنسان وسلوك الحيوان. ردود فعل الحيوان هي ردود غريزية تلقائية، بينما ردود فعل الإنسان هي ردود إذن خاضعة للتفكير والضبط والتوجيه.
هذا أبنائي إذن ما يتعلق بمعنى السلوك. بعد أن تناولنا أبنائي معنى السلوك، الآن ما هي جوانب السلوك الإنساني لنرى ذلك؟ السلوك الإنساني إذن هو سلوك معقد. لماذا هو سلوك معقد؟ لأنه له جوانب متعددة وكثيرة. ما هي هذه الجوانب التي تتحكم بالسلوك الإنساني؟ أولا لدينا أبنائي جانب مهم جدا من جوانب السلوك الإنساني، وهو الجانب المعرفي، وهو مجموعة العمليات المعرفية التي يقوم بها الإنسان. هذه العمليات المعرفية تشمل الإدراك، التصور، وكل ما يتعلق بالعمليات المعرفية من انتباه وإدراك وتفكير وتخيل وتذكر. هذه كلها عمليات معرفية من خلالها يسعى الإنسان لاكتساب المعرفة واكتساب الخبرة التي تمكنه إذن من إيجاد إذن السبل والوسائل التي من خلالها يستطيع تلبية حاجاته المتعددة أيضا، ومن خلالها يستطيع أن يواجه أي مشكلة من المشكلات التي تعترضه في الحياة. هذا الجانب الأول أبنائي من جوانب السلوك الإنساني. أما بالنسبة للجانب الثاني فهو الجانب الانفعالي، وهو الذي يتعلق بالأمور الانفعالية والعاطفية عند الإنسان، كالحزن والفرح والسعادة والحماس أو الارتياح أو عدم الارتياح. هذه إذن هي جوانب إذن انفعالية تميز النشاط الإنساني أو السلوك الإنساني. أما الجانب الثالث عند الإنسان من جوانب السلوك فهو الجانب الحركي، وهو الاستجابات الجسمية التي تظهر على الفرد عندما يتعرض لمثير معين من العالم الخارجي أو العالم الداخلي. فعلى سبيل المثال عندما يسمع الإنسان الموسيقى قد يقوم بنشاط حركي وهو الرقص مثلا، أو يعبر عن انفعالاته ومشاعره عن طريق الرسم، أو يقوم بنشاط رياضي مثل ركوب الدراجة. هذا أبنائي إذن ما يتعلق بجوانب السلوك الإنساني، وهذا يوضح إذن أن السلوك الإنساني يختلف عن السلوك الحيوان بأنه سلوك معقد لأن له جوانب كثيرة. هذا أبنائي إذن ما يتعلق بجوانب السلوك. أما بالنسبة لخصائص سلوك الإنسان، ما الذي إذن يميز السلوك الإنساني؟ أولا هو سلوك مختلف، أي أنه يختلف من فرد إلى آخر. وسبب هذا الاختلاف أبنائي هو اختلاف نمط التفكير ونمط التنشئة الاجتماعية التي يتعرض لها كل فرد. ثانيا إمكانية التنبؤ به. السلوك الإنساني يمكن أن نتنبأ به طالما أننا نعرف الدوافع والأسباب التي تدفع الإنسان للقيام بنشاط معين، يمكن أن نتنبأ بالسلوك الذي سيصدر عن هذا الإنسان. ثالثا إمكانية ضبطه. بما أن الإنسان عاقل ويملك الإرادة، هذا يعني أنه قادر على ضبط سلوكه وتوجيهه نحو الأهداف والغايات التي يريد تحقيقها. أيضا هو قادر على ضبط انفعالاته، قادر على ضبط سلوكه وطبعا التحكم به. وهذا ما يميز الإنسان أبنائي عن الحيوان، أن الإنسان قادر على ضبط السلوك وتوجيهه بما يتناسب مع طبيعته البشرية العاقلة. من خصائص السلوك الإنساني أنه سلوك دائم ومستمر، لأن السلوك هو نشاط، وهذا النشاط حركة مستمرة. لأنه لو توقف هذا السلوك أو توقف النشاط الإنساني انعدمت الحياة أو توقفت الحياة. وبالتالي لا بد للإنسان من أن يقوم بنشاط دائم ومستمر حتى يلبي حاجاته المختلفة التي تحفظ له البقاء، وأيضا حتى يوجد إذن سبل تمكنه من التكيف والتلاؤم مع بيئته ومع الظروف وتغيراتها. أيضا من خصائص السلوك الإنساني أنه سلوك هادف، وهذا ما يميز الإنسان عن الحيوان، أن الإنسان له قصد، له غاية، له هدف، وهو لا يقوم بأي نشاط إلا من أجل تحقيق هدف أو من أجل تحقيق غاية. بينما الحيوان لا يمتلك مثل هذه الميزة أو الخاصية، إذ أن الفعل الصادر عن الحيوان ليس له أي هدف أو غاية. أيضا السلوك الإنساني هو سلوك مرن ومتنوع، أي أنه قابل للتعديل، قابل للتطوير. ما المقصود أبنائي إذن بأن السلوك الإنساني هو سلوك مرن؟ أي أن الإنسان قادر على تعديل سلوكه وتغيير هذا السلوك بما يتناسب مع المستجدات الطارئة، وأيضا هو قابل للتطور. بالإضافة إلى أن السلوك الإنساني سلوك كما ذكرنا قبل قليل متنوع الجوانب، له جانب معرفي، جانب حركي، جانب انفعالي. إذن هذا أبنائي ما يتعلق بجوانب السلوك، أو عفوا خصائص السلوك الإنساني. إذن هو مختلف، يمكن التنبؤ به، يمكن ضبطه، هو سلوك مستمر، هادف، مرن ومتنوع. أبنائي الآن يقال أن سلوك الإنسان الذكر يختلف عن سلوك الأنثى، وهذا نظرا لاختلاف طرق تفكير كل منهما.
ما هي علاقة إذن التفكير بتنوع واختلاف السلوك وخاصة ما بين الجنسين بين الذكر والأنثى؟ هذا إذن ما نوضحه من خلال علاقة إذن. أو قبل ذلك أبنائي إذن دعونا نتعرف أولا على العوامل المؤثرة في السلوك. هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في سلوك الإنسان، حاول علماء النفس تحديدها ودراستها، ومن أبرز هذه العوامل أبنائي، هل سلوك الإنسان تحدده الاستعدادات الوراثية فقط أم تحدده الخبرات المكتسبة من البيئة الخارجية؟ هناك إذن وجهتين نظر. وجهة النظر الأولى تؤكد أن العوامل الوراثية لها الدور الأول في تحديد سلوك الإنسان. إذن هناك من يرى أن الوراثة لها تأثير في السلوك من خلال الجينات التي يرثها الأبناء عن الأبوين. فعلى سبيل المثال نسب الذكاء تختلف من فرد إلى آخر، واختلاف نسب الذكاء طبعا من فرد إلى آخر حتما سيؤدي إلى اختلاف النشاط واختلاف السلوك بين فرد وآخر. هذه وجهة النظر الأولى إذن أكدت إذن أن الوراثة لها الدور الأكبر إذن في تحديد طبيعة السلوك الصادر عن الفرد حسب الجينات التي تنتقل من الآباء إلى الأبناء. أما وجهة النظر الثانية فأكدت على أهمية أو دور العوامل البيئية في تغيير أنماط السلوك وضبطه من خلال الخبرات التي يكتسبها الفرد إذن ببيئته الاجتماعية، من خلال الثقافة، من خلال القيم، العادات، التقاليد. هذه كلها إذن لها تأثير في تغيير أنماط السلوك، وطبعا هذا من خلال ما يكتسبه الفرد من بيئته سواء كانت هذه البيئة طبيعية أو اجتماعية. طبعا نحن لا يمكن أن نهمل دور الوراثة وأثرها طبعا في إكساب الفرد استعدادات فطرية أو استعدادات وراثية مثل الذكاء ومستوى الذكاء، لكن لا نستطيع أن نتجاهل أيضا بالمقابل دور البيئة والخبرات التي يكتسبها الفرد من بيئته في ضبط وتعديل سلوكه. لذلك أنا لا أستطيع أن أقلل من أهمية العوامل الوراثية، كما أني لا أستطيع أن أقلل من أهمية العوامل البيئية. فالوراثة والبيئة يمكن أن نقول إذن أن السلوك هو حاصل أو نتيجة إذن تفاعل العوامل الوراثية والعوامل البيئية معا. معناها إذن أبناء يمكن أن نصل إلى نتيجة أن السلوك هو ناتج تفاعل الوراثة مع البيئة. الآن ننتقل أبنائي إذن كما ذكرنا قبل قليل إلى أنماط السلوك وعلاقتها بالتفكير. إذا نمط التفكير ودوره في السلوك. أبنائي، يرى بعض علماء النفس أن تغير السلوك يرجع إلى الأسلوب المتبع في طريقة التفكير من حيث اعتماده على القسم الأيمن من الدماغ، القسم الأيسر من الدماغ، أو اعتماده على القسم الأيمن من الدماغ. وبالتالي ترى وجهة النظر هذه أن سلوك الذكر يختلف عن سلوك الأنثى بسبب اختلاف نمط تفكير كل منهما. فعلى سبيل المثال الذكر يستخدم القسم الأيسر من الدماغ بينما الأنثى تستخدم القسم الأيمن من الدماغ، وهذا طبعا هو الذي سيحدد سلوك كل منهما ويؤدي إلى تباين واختلاف سلوك الذكر عن سلوك الأنثى. فعلى سبيل المثال الرجل يستخدم في الغالب القدرات الموجودة في القسم الأيسر من الدماغ، وهذه القدرات إذن تتعلق بالمنطق، تتعلق أيضا بالحواس، تتعلق بالأحداث الزمانية، القدرة على التحليل، إعداد القوائم، التسلسل. هذه كلها إذن مهارات طبعا موجودة في القسم الأيسر أو يعني تعود إلى القسم الأيسر من الدماغ، بينما الأنثى تستخدم القدرات التي توجد في النصف الأيمن من الدماغ، وهذا يجعلها قادرة على امتلاك أو القيام بأعمال إبداعية، القدرة على الحدس طبعا والشعور والأحداث اللازمانية. وإذا تعرض كلا الجنسين إلى الموقف نفسه تكون استجاباتهم مختلفة تبعا لاختلاف نمط تفكيرهم. وبالتالي إذن هنا يختلف السلوك بين الرجل والأنثى باختلاف نمط تفكير كل منهما. لذلك على سبيل المثال عندما يواجه الرجل مشكلة ما يحاول أن يبحث عن حلول هذه المشكلة، بينما الأنثى تدقق أكثر على التفاصيل وشرح هذه المشكلة، بينما الرجل يريد أن يصل إلى الحل السريع لهذه المشكلة. هذا إذن أبنائي ما يتعلق بنمط التفكير ودوره في السلوك. أفكر الآن وأشارك، هل أنت مع اختلاف سلوك الذكر عن سلوك الأنثى في الظروف نفسها ولماذا؟ طبعا أبنائي بالتأكيد
نعم نحن مع اختلاف سلوك الذكر عن سلوك الأنثى خاصة في نفس الظروف. لماذا؟ لأن الاستعدادات التي يولد الذكر مزود بها تختلف نسبيا عن الاستعدادات التي تولد الأنثى مزودة بها. فالأنثى إذا ستستخدم القسم الأيمن من الدماغ والمهارات وتعتمد على المهارات القائمة فيه، بينما الذكر سيستخدم القسم الثاني من الدماغ وهو القسم الأيسر والمهارات القائمة فيه. الأنثى يسيطر عليها الجانب العاطفي بينما الذكر يسيطر عليه الجانب المنطقي. لذلك الأنثى مثلا لديها قدرة على القيام بعمليات أو علاقات اجتماعية واسعة من أجل حل مشكلاتها، بينما يحاول الرجل أحيانا الهروب من حل هذه المشكلات حتى لا يلجأ إلى حد في حل المشكلة، أو يحاول أن يفكر بإيجاد حل منطقي ذاتي لهذه المشكلة دون أن يحتاج إلى أحد. هذا إذن ما يتعلق بإذن الاختلاف بين سلوك الذكر وسلوك الأنثى. أيضا هناك نشاط آخر أتحاول وأستنتج. هناك من يقول إن على الذكر استخدام النصف الأيمن الأنثوي لفهم الأنثى، وعلى الأنثى أن تستخدم النصف الأيسر الذكري كي تفهم الرجل. أبين ذلك، أنا لا أستطيع طبعا أن أحسم بأنه يجب على الرجل أن يستخدم القسم الأنثوي، لأن الرجل طغت عليه إذا العمليات المنطقية وعمليات التحليل وعمليات الحواس، بينما الأنثى تسيطر عليها الجوانب العاطفية، وبالتالي لا يمكن إذن أن نلزم الرجل بأن يستخدم إذن المهارات الثانية لفهم الأنثى. وطبعا هذا الاختلاف بين الرجل والأنثى أبنائي لا يعني الصراع، إنما يعني التكامل بين إذن كل منهما حسب الوظيفة التربوية لهما. فعلى سبيل المثال الأم ووظيفتها التربوية تتطلب منها أن تغلب الجانب العاطفي على الجانب العقلي أحيانا، بينما الرجل ومهمته التربوية تتطلب منه أن يغلب الجانب المنطقي والعقلاني طبعا في إدارة الأمور وأيضا في التربية من جانب آخر. هذا أبنائي إذن ما يتعلق في هذا الحوار. بعد أن أنهينا هذا الدرس أبنائي الآن ننتقل إلى أسئلة تقويم هذا الدرس. أجيب عن الأسئلة الآتية. أولاً أوضح معنى المصطلحين الآتيين. ما هو تعريف السلوك؟ السلوك كما ذكرنا أبنائي هو كل نشاط يقوم به الكائن الحي أثناء تفاعله مع البيئة، وقلنا هذا إذن يتضمن الاستجابات الحركية والعقلية والانفعالية. الجانب المعرفي للسلوك هو مجموعة العمليات المعرفية التي يقوم بها الإنسان وتشمل التذكر والقدرة على التصور. هذا إذن ما، وقد يرد بالامتحان أبنائي إذن سؤال مصطلح حدد معنى السلوك أو حدد معنى الجانب المعرفي أو الجانب الانفعالي أو الجانب الحركي للسلوك، أي إذن جانب من هذه الجوانب يمكن أن يكون هناك سؤال مصطلح. أضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة غلط أمام العبارة المغلوطة. البيئة تساعد في تغير أنماط السلوك وضبطه. طبعا الجواب بالتأكيد أبنائي صحيح، لأن البيئة والخبرات التي يكتسبها الفرد منها لها أهمية كبيرة ودور كبير جدا في ضبط وتوجيه السلوك. فنحن ما يوجه سلوكنا الآن قيمنا عاداتنا الاجتماعية تقاليدنا، وهذه كلها خبرات اكتسبناها من بيئتنا الاجتماعية. السلوك خاصية إنسانية فقط تميزه عن الكائنات الأخرى. طبعا الإجابة خطأ، لأن السلوك هو نشاط يصدر عن الكائنات الحية بشكل عام، لكن ما يميز هذا السلوك عند الإنسان بأنه سلوك إرادي قابل للضبط والتحكم والتوجيه. أما بالنسبة للسؤال الثاني، أقارن بين تفكير القسم الأيسر من الدماغ والقسم الأيمن. كما مر معنا أبنائي قبل قليل، القسم الأيسر مسؤول عن التفكير المنطقي، عن الحواس، عن الأحداث الزمانية، وهذا القسم هو الذي يستخدمه الرجل، بينما القسم الأيمن يتعلق بالأعمال الإبداعية، الحدس، الشعور والأحداث اللازمانية، وهذا تستخدمه طبعا الأنثى. اشرح العوامل الوراثية المكتسبة ودورها في الوراثية والمكتسبة ودورها في ضبط السلوك. طبعا كما أسلفنا أبنائي العوامل الوراثية، هناك من يرى أن الوراثة لها تأثير في السلوك من خلال الجينات، هذا يعني مثال عليه نسبة الذكاء التي يختلف تأثيرها من شخص إلى آخر. أما العوامل الثانية فهي العوامل البيئية، التي هناك من يرى أن عوامل البيئة تساعد في تغير أنماط السلوك وضبطه، أي ما يكتسبه الفرد من بيئته سواء كانت طبيعية أو اجتماعية. أبين خصائص السلوك. طبعا نحن أوردنا خصائص السلوك أبنائي، أنه سلوك مختلف يمكن التنبؤ به، يمكن ضبطه، مستمر، هادف ومتنوع. هذه خصائص تميز سلوك أو النشاط الإنساني. وأخيرا لدينا أبنائي سؤال الموضوع. كما ذكرنا أبنائي دائما ونكرر دائما ونذكر،
أن سؤال الموضوع سؤال له أهمية كبيرة في الامتحان، وهو ينال درجة ممتازة وما هيك في الامتحان الأخير، وبالتالي علينا أن نعتني كثيرا بالموضوع، وعلينا دائما أن نقرأ صيغة السؤال أكثر من مرة حتى نحدد ما هو المطلوب في الموضوع. صيغة سؤال الموضوع تقول: السلوك هو كل ما يصدر عن كائن الحي، لكن سلوك الإنسان يختلف عن سلوك الحيوان. أعالج ذلك من خلال توضيح العوامل المؤثرة في السلوك. أخذنا أبنائي العوامل الوراثية والعوامل البيئية، وكيف يختلف سلوك الأفراد. أخذنا نحن خصائص سلوك الأفراد بأنه سلوك مختلف، سلوك مستمر، سلوك يمكن التنبؤ به، موضحا علاقة الثقافة والتفكير إذن في السلوك. معنا هبنا نوضح إذن دور العوامل الوراثية والعوامل البيئية إذن في السلوك. المقدمة أبنائي، أي مقدمة مناسبة، كأن نستخدم تعريف السلوك مثلا. بصلب الموضوع نشرح ونوضح العوامل المؤثرة في السلوك سواء كانت عوامل وراثية أو بيئية، بالإضافة إلى نمط التفكير ودوره إذن في تحديد السلوك. النتيجة أي نتيجة مناسبة يلخص من خلالها الطالب ما فهمه من صلب الموضوع. والرأي الشخصي طبعا شرطه الأساسي أن يكون معلل. هل أنت تؤيد مثلا أن العوامل الوراثية لها الدور الأكبر في توجيه السلوك أم العوامل البيئية لها الدور الأكبر؟ هذا إذن رأيك وعليك أن تعلل هذا الرأي. أبنائي، إذن في نهاية هذا الدرس اسمحوا لي باسمكم أن أتوجه بالشكر الجزيل لوزارة التربية على هذا الصرح التربوي الرائع، المنصة التربوية السورية التي شكلت نافذة من خلالها نطل على طلابنا الأعزاء ونتواصل مع زملائنا لنقدم كل ما هو مفيد.